أرجع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الفضلة بعد الله سبحانه وتعالى لإعادة الاستقرار والأمان في مملكة البحرين إلى صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه وإلى جند البحرين البواسل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن والحرس الوطني. وأضاف سموه في كلمة وجهها إلى مواطني المملكة عبر تلفزيون البحرين هذا المساء أن العبث بمقدرات الوطن والخطأ في تقدير الحساب وسوء استغلال الحرية قد أضرت بمنجزات الوطن واستقراره وأمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. مواطنينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الظرف التاريخي الذي يمر به وطننا، أجد من الواجب علي أن أتحدث إليكم. أتحدث إليكم عن واقع نعيشه جميعا ومنذ قرابة الشهرين قدر الله لنا فيهما أن نشهد أحداثا مؤسفة وأن نجتاز مواقف صعبة أدركنا حجمها منذ البداية وتوقعنا منذ اللحظة الأولى خطورة ما يتم التلاعب به. فقد آلمنا كثيرا أن يتم دفع بعض شبابنا وجر وطننا معهم إلى التهلكة. وفي ضوء المسؤولية التي تقع على عاتقنا تجاه شعبنا الكريم، بادرنا إلى كل ما من شأنه أن يحافظ على الأرواح ويحفظ مقدرات الناس ومصالحهم. وذلك من منطلق التزامنا بالقيم الإسلامية والعربية النبيلة. وفي مقابل ذلك تخطى الأمر كل حد وأسيء استخدام الحرية وقاد المتطرفون الناس ودفعوا بهم إلى ترهيب وترويع الآمنين وقطع الأرزاق وسد الشوارع ورفع شعارات الانقلاب على كل شيء، ووصل الأمر إلى القتل والجرح وتفتيت الروابط التي تجمع شعب البحرين وتمزيق نسيجه الاجتماعي، إضافة إلى خسائر مؤلمة للاقتصاد البحريني تصل إلى مئات الملايين حتى هذه اللحظة. ومن المؤسف تخاذل البعض وتراخيه وسماحة للمتطرفين ليوجهوا أبناء البحرين ويقودوهم. وما شهدناه في الفترة الماضية بسبب التطرف لم يكن بأقل منه التراخي والتخاذل عند الحاجة إلى الاعتدال والإقدام. لم يدرك هؤلاء أن البحرين أكبر من محاصصات الزعامة الضيقة، وفوق كل الحسابات التجزئية التي تتجاهل الآخر. وكان ذلك نتيجة قراءة خاطئة للموازين السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها مجتمعنا البحريني، ولوضعنا في منظومة مجلس تعاون لدول الخليج العربية، وهي المنظومة التي تربطنا كشعب خليجي واحد يجمعنا تاريخ ومصير مشترك. مواطنينا الكرام، إنما نحن فيها اليوم وعلى ما نحن به من ألم لهو فضل من الله سبحانه وتعالى، تم على يد كثيرين من أبناء البحرين المخلصين بكل مكوناتهم وأطيافهم، الذين أكدوا مواقفهم الوطنية المشرفة ووقفوا صامدين في وجه العبث بوحدة مجتمعنا. ومهما عبرنا فلن نجد الكلمات التي تعكس مشاعرنا تجاهه. كذلك فإنه من الواجب تقديم الشكر والتقدير بعد الامتنان لله سبحانه وتعالى لرجال البحرين البواسل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن والحرس الوطني، الذين قدموا تضحيات وجهودا كبيرة من أجل إرجاع الأمن والأمان في المملكة والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم ومصالحهم. والآن وفي هذه المرحلة واستكمالا لما قمنا به، فإننا نؤكد على المبادئ الراسخة التي نؤمن بها جميعا والتي عكسها المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد
حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. فالمؤسسات الدستورية القائمة والتي لم تنجو من محاولة المساس بها والإضرار بمسيرتها ستظل قادرة كل في دائرة اختصاصه على تفعيل التطوير في مسيرة المشروع الإصلاحي الشامل في المملكة، والذي لم أقصر بجهد فيما شرفني به سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد من مشاركتي إياه في دعمه والمضي به قدما. إخواني وأخواتي، إن البحرين وطن نعيش فيه ويعيش فينا، وطن نشأنا على ترابه وترعرعنا في ربوعه، ولا مستقبل لنا إلا بين أحضانه، ومن أجله نصنع من أرواحنا سلما يرتقي به، ومن جراحنا وآلامنا نصنع جسورا نعبر فوقها إلى غد يحقق آمال شعبنا في التنمية والتقدم في شتى المجالات. إن وحدتنا الوطنية هي امتداد لتاريخ عريق وحد مسيرتنا وألهم أفراد شعبنا بالعطاء وقيم الاحترام المتبادل والمحبة، ورسخت مسيرتنا المظفرة مفهوم الانصهار والتلاحم في وطن يرنو دائما إلى أن يكون الوطن النموذج، وعلينا التمسك بهذه المثل والعودة بالوطن إلى طموحاته المشروعة. إن وحدتنا الوطنية هي امتداد لتاريخ يوحدنا جميعا، نرى آثاره في ما وصل إليه حاضر وطننا من تنمية وتقدم، وساهم فيه البحرينيون جميعا وبكافة مكوناته. وإنني كما عهدتموني دائما وفي هذه اللحظة الفاصلة من مسيرة وطننا سأظل ثابتا على المبدأ، وأؤكد بأنه لن يتم التساهل مع من يريد شق مجتمعنا إلى نصفين، ومن غير المسموح أن يستشعر أي مواطن أنه لا مكان له فيه، فالوطن لجميع أبنائه والمستقبل مشرق بنا جميعا ولنا جميعا. هناك دائما فرص تسع الجميع، ومبادئ تحركنا للأمام سأظل مؤكدا عليها لتكون الصخرة التي نبني عليها مستقبل وطننا وأجيالنا القادمة. فاليوم نؤكد على مبادئ الإصلاح التي أسس بنيانها قائدنا الوالد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. واليوم وكما كنا دائما يجب أن يقاس اعتبار المواطن على درجة ولائه بإحساسه بالمصير المشترك الجامع مع أخوان المواطنين، وليس طائفته أو منطقته. اليوم علينا أن نرسخ مفهوم احترام سيادة القانون والعيش المشترك، وأن نؤكد على مفهوم العدالة وقيمة العمل نحو التنمية والتقدم. اليوم نتطلع بكل عزم إلى تبني حراك التعددية الجامعة بعيدا عن كل أشكال الاصطفاف والتطرف. فالتحدي الرئيس الذي يجب علينا أن نعمل وأن نتكاتف جميعا من أجله هو استمرار عملية البناء والتحديث والتطوير في هذا الوطن، وتحقيق مستقبل أفضل لنا جميعا. ولا يتحقق ذلك إلا بالمحافظة على التسامح وتعزيز اللحمة الوطنية ونبذ العنف والفرقة والطائفية، وإعلاء قيمة العمل والتطوير والفكر الخلاق. الأخوة والأخوات، إن قصة النجاح والازدهار التي نعيشها لا يمكن أن تفسدها فئة قليلة أرادت إفشالها، ولا يمكن أن نسمح أن يعم اليأس والإحباط بديلا عن الأمل والإنجاز. فشهادة ميلاد الإصلاح كتبها الشعب كله منذ ولادة ميثاق العمل الوطني، وهي تشهد أن أهل البحرين جميعا ملكيون ديمقراطيون تواقون لغد أفضل لكل أبنائهم. وإنني لعلى ثقة تامة بأننا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبتضافر جهود أبناء البحرين المخلصين وتكاتفهم قادرون على تجاوز كل الصعاب والرقي بوطننا
إلى المكانة التي نطمح إليها جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.